طبعا بزيارتك الله يسعدك يا شرف لي طويل العمر، وانا واعدك من زمان الحمد لله. اليوم وفينا بوعدنا الحمد لله. طبعا اخونا وحبيبنا ابو عبد الله محمد الثمالي نائب رئيس جمعيه النحالين في الطائف، وهنيك على هذا المنصب، وانت والله كفو وتستحق، واسال الله ان يبارك في عملكم. سلمك الله وعافاك، والله نسعد بخدمة إخواننا المسلمين في أي مكان، نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينفع بهذا المنتج وأن يعيننا على عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. الله تبارك الله. يا مرحبا، أول شيء حياك الله وبياك. بالنسبة لتنوع العسل هذا يعود بفضل الله عز وجل لتنوع مواسم الإنتاج. فمثلا عندنا عسل الصيف بنوعه، هذا العسل الصيفي المخلوط، وهذا عسل الضرم أيضا من العسل الصيفية. هذه دائما إنتاجها يكون في شهر 2-3-4 ميلادي. طبعا تعاملكم بالميلادي بسبب إنه مواسم دائم. الزهور والأمطار يعني. دائم. يعني ثابت، يعني التزهير الشجرة هذه في شهر 3 في شهر 3. معروفة كل الزراعة، معروف كل عملها بالحسب الشهور الميلادية. أو شهر 4 أو شهر 5 اللي هو موسم السمر. 4 في التمامة و5 بالحجاز عندنا. بالنسبة للطلح. الطلح في شهر 6 ميلادي. هذا ينتج شهر 6 ميلادي، سواء في إنتاجه فين ما شاء الله الطلح؟ عندنا ينتج من الحجاز وينتج من حائل حسب المنحل، أحيانا نكون منحنا بالحجاز، وإذا رأينا حائل ننتج فيها جيد ننتقل إلى حائل. ما شاء الله تبارك الله. طيب عندنا شهر 7 ميلادي وشهر 8 ميلادي يكون إنتاج عسل القتات وعسل الضهيانة للسع، باقي إنتاجه لسه ما أنتج. أنت قلت لي إن شاء الله قريب الضهيانة يبدأ إنتاج. الآن على تزيير الضهيانة، سنزور المنحل غدا بإذن الله تعالى إذا ربي يسر، بنزور على الضهيانة. وهذا حقيقة أنا أقولها الآن على الهواء مباشرة أمام المتابعين، هذا يدل على صدق عملكم وإنتاجكم. مو بس أنت، والله ما أقولها في وجهك، وأنا أعلم عارفك وعارف مقاطع الفيديو لك من زمان متابعك، لأنه الإنسان اللي ينتج بيده عارف كل عسل متى ينتج. صحيح يا أخي، شوف إحنا عندنا مواسم الإنتاج، كل عسل له وقت معين من السنة، كل شهر أو كل شهرين يكون منتج معين. إحنا أحيانا كثيرة يمر علينا وقت المنتج هذا ما يكون عندنا، الآن الضهيانة ما هي موجودة لأنه انتهى. نعم، القتادة قبل الحج بيوم واحد ما عندنا. سبحان الله. ما أنا جاتنا الله يبارك لكم، هذا يوم 7 و8، آخر يوم كان 8، يوم 9 كانت موجودة عندنا، الله يوم 8 ما كان عندنا موجودة. اللهم بارك. ما شاء الله. طيب والسدر؟ طيب السدر هذا عندنا أحيانا يأتي على المنتج على مرحلتين، على فترتين. الفترة الأولى إذا جاءت أمطار في شهر 5 ميلادي يزهر بشهر 6 ميلادي، يسمى السدر الصيفية، اللي هذا هو منها، هذا السدر الصيفية. يعني في سدر صيفية وسدر شتوية؟ نعم. سبحان الله. خربية. النوع الثاني اللي الآن ندخل عليها الآن مناحنا متجهة للسدر، بعد الضهيان وقت هذا تتجه للسدر. عندنا هذا زبدة العسل أو قشرة العسل أو ريم العسل، وهذا يسمى ذهب النحال. إيه بس هذا أنت كل المتابعين عليه وأنت ما تقدر تبيع. هذا يسمى ذهب النحال. سبحان فعلا الله. احنا ما نستطيع. انت مسميها زبدة العسل؟ ها، زبدة العسل او سبحان الله العسل. هذه النحال ما يستطيع يبيع، لان احنا ممكن 20-30 كيلو نطلع بالكميه هذه فقط. هي بسيطه جدا. نعم جدا. فلذلك ما تباع. انا لاحظت طعمها كده سبحان الله، كانه فيها الشمع وفيها العسل هي تاتي مع شمع مع غير رباني مع يعني لو هذا يكون على وجه ايش نوع العسل حقه؟ هذه على قتاد. القتاد هذا القتاد اللي يقول لك سبحان الله. ايوه هذا كله يعني فريش ما شاء الله تبارك الله. ويا اكثر ما تجي معنا في القتاد وفي السدر. الله يبارك يعني. لكم ما شاء الله تبارك الله. احنا عندنا الحين انا واحد بكره قال لك ابغى اشتري من هذه ما في مجال. والله بعتذر منهم الان، انا الان اخلطها مع العسل، وكل مشتري من عسل القتاد يعني هي تخلط مع عسل القتاد. كل واحد ياخذ نصيبه، يعني مثلا يجي 4 جرام 5 جرام لان معها غذاء الملكات. ايوه هذا ما شاء الله الصيفي صحيح. والثاني هذا الطرح، وهذا من حائل، هذا شمع الطلح من مناحلكم في الـ انت طبعا كل العسل هذا مناحلكم. نعم من مناحل. ما عندك اي شيء من خارج مناحلكم، وعندكم اكثر موقع ما شاء الله في المملكه، اكثر موقع واكثر من واحد من الاخوان يعني شغالين. الله يبارك لكم. كل واحد والثالث هذا عسل السمر. سبحان الله. نعم هذا عسل السمر. سبحان. وعسل السمر والطلح متقارب جدا. سبحان الله. هذه كم الكميه؟ كيلو مثلا؟ هذا كيلو نص. هذا كيلو هذا كيلو هذا كيلو نص. الله يبارك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. ابو عبد الله حبيبنا، الله يعطيك العافيه والله يبارك لك. قبل ما ندخل يعني إذا تكرم منك أعطيتنا عروض لمتابعي سنة مدينة، الله يجزي خير، هذا اللي نطمح له حقيقة. لكن أنا أتمنى برضو إذا ربنا أكرمنا، أنا بكرة آخر يوم من غير شر لي في الطائف ونازل للمدينة، في مجال بكرة نزور أقرب منحلة لكم؟ يا مرحبا والله تشرف، وهذا أمنية من أمنياتي إن الله يجزي خير أنكم تجون تشوفون النحل وتصورون النحل، لأنه والله زيارة مناحل لا أخفيك جميلة، حتى المتابعين أنا أكثر مرة صورت في السابق فعلا يكون فيه تفاعل كبير، والناس تحب تشوف العسل والمناحل على طبيعتها. فين أقرب منحلة ما شاء الله؟
تقريبا جنوب الطائف 25 كيلو ما شاء الله تبارك الله يعني. اذا 25 كيلو سهل الامر ان شاء الله ان شاء الله تعالى وكلها نص ساعه طريق روح. طيب ما في مشكله اذا بكره الصباح ربنا اكرمنا برضه نروح المنحله ونشوفه كم ما شاء الله خليه في هذه المنحله. والله هذه المنحله فيها 500 وزود يعني ما شاء الله 500. يعني 500 ما شاء الله 500 خليه اللهم يعني. بارك الحمد لله اللهم بارك. هذا موقع وفيه موقعين ثانيين الان الان نبغاك تعطينا شيء كده طيب لمتابعينا. طبعا لا اخفيكم الاسعار اللي بيبيع فيها أخونا وحبيبنا أبو عبد الله الله يبارك له ويبارك لكل مجتهد يا رب العالمين. السدر والقتادة والطلح والسمرة جزا الله خير موحدة ب 300 ريال بالرغم مني أنا أعرف وأنتم كلكم تعرفوا أنه في ناس تبيع الطلح ب 400 و500 و600 ريال. الله يجزي خير موحدة الأسعار الثلاثة دي ب 300 ريال كيلو، الصيفي ب 400 ريال والضرم لأنه نادر وإنتاجه صعب ب 600 ريال. شيخ أبو عبد الله اللي قلته صحيح؟ صحيح الله يجزي خير. في مجال تكرمنا؟ أنا عارف والله أنه أسعارك الله يجزي خير. لعلمكم أبغى أقول لكم شيء قدام أبو عبد الله، ترى أبو عبد الله يبيع للأفراد أقل من بيعه للجملة والمحلات، إيش السبب؟ والله وش أعرف إنه مستهلك غير يعني كل أما متداوي، وإحنا أول شيء نطلب الله سبحانه وتعالى في الأجر، لأن نعرف إن العسل غالباً 90% ما بيستخدم العسل إلا مريض. صحيح. يطلب الشفاء، فنسأل الله أن يكتب لنا الأجر فيه. آمين يا رب. نعم. الله يجزي خير. الثاني أنا أقول لك أصحاب المحلات. بس أنا أبغى الناس تعرف اللي قلت لي هو قبل كم يوم الصيف بيعته بالجملة قبل فترة كم؟ والله بيع. كم بعت ما شاء الله الصيفي؟ هذا بعته في حراج العسل قبل الحج بثلاثة أربع أيام ب 480 ريال. والآن تبيعه بالأفراد بكم؟ هنا عندي في البيت. الله يجزي خير. يعني قاعد أبيع للأفراد أقل من سعر الجملة والحراج. الله يجزي خير ويكتب أجرك. طيب في مجال تكرمنا بنسبة خصم بحكم إنه أول مرة نزورك في بيتك وأنت طالبنا في الزيارة هذه من سنة. إحنا عندنا البدو ثلاثة أيام نظيفة. أنا بكرمك بثلاثة أيام خصم 10%. الله يجزاك الخير. الله يجزاك الخير. ثلاث أيام. وتقدر تشحن لأي منطقة في المملكة؟ عندي شحن لجميع مدن المملكة. الشحن فيه تكلفة إضافية ولا؟ نعم فيه تكلفة إضافية. بالنسبة لشركة سمسة 40 ريال أنا معهم معقد، وشركة ألمة 25 أنا ما أخذ أي زيادة، متفق معهم 25 أشحن لك 25. أيوه حسب الشركة اللي أنت بتشحن فيها. الله يعطيك العافية. وكله متوفر حاليا الأنواع الستة هذه؟ الأنواع هذه ستة موجودة الحمد لله. الله يبارك لك يا رب. الله يجزاك خير. نعتذر من الجميع. أبدا كيلو نص كيلو كده ما في مجال. اللي بياخذ قتادة بتكون موجودة فيها في من ضمن القتادة. الله يجزيك خير. ربنا يبارك لك. والآن نضع إن شاء الله. سعداء بزيارتك. والله يجزيك خير. الله يبارك لنا ولك وللمتابعين يا رب. أنا فخور بزيارة السنة بالمدينة لنا. إحنا أفخر الله يعطيك العافية. حياكم الله وبياكم. أنا حبيت أنبه الأخوان على أمرين. الأمر الأول أن أسعاري أقل من أسعار المحلات في السوق بفضل الله عز وجل، بفضل الله إنتاجنا وفير الحمد لله رب العالمين. ثاني إحنا معروفين في السوق، مسجلين في معروف وعندنا وثائق رسمية تثبت ملكيتنا وكل الحمد شيء. لله رب العالمين. حبيت أنبه الأمر الثاني، احنا نشحن في عبوات بلاستيك لان الزجاج لنا تجارب سابقه مع شركه الشحن يصير فيه كسر يصير خطير العميل. صحيح. فانا اشحن في بلاستيك مصرح من هيئه الغذاء والدواء. جميل. والعميل باستطاعته اذا وصل العسل يفرغ في برطمان الزجاج. ممتاز. اسال الله لنا ولكم البركه والتوفيق. امين يا رب. الله يجزيك خير. اللهم امين. شوفوا الجميل لما تشرب شاهي عند اهل العسل. الله يجزيك خير. قاعد يحط لنا عسل قتاده على الشاهي. الله يجزيك خير يا ابو عبد الله. الله يك... ان شاء الله فرح عيالك يا رب العالمين. الله يجعلك بالعافيه ابو فراس. الله يجزاك بالخير. ابوي انت ترى ازورك كل اسبوع اذا فيها عسل وشاي. حياك الله. الله يسعدك يا رب. جزاك الله خير. الله يبارك يا رب. طريقه ابتكار هذا شايفين يحل الشاهي بالعسل ما شاء الله بدلا عن السكر. والله هذا افضل شيء يا ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه. مرحبا بالعافيه والله. الله يحييك. الله يعافيك. ختام هذا التغطية الجميلة من زناب المدينة حب أن أوضح للأخوان أن بعض العسال بالذات اللي لها لون أبيض عسال قابل للتبلور في وقت البرد، والتبلور هذا خاصية من خصائص أن العسل جميل. أضيف للأخوان وأطمنهم أقول لهم أنا عسلي مضمون خبراء ومختبرات وأي شيء تبغونه، وأي واحد العسل ما يعجبه يرجع لي وحقه يرجع له كامل. الله يجزيك خير. بيض الله وجهك. وأنا أضمن لكم عسلي خلو من اي اضافات بشريه. بيض الله وجهك. الله يعطيك العافيه يا عبد الله. هذا الكلام اللي ما بعده كلام. الله يعطيك العافيه. العفو. الله يعطيك العافيه. وحنستاذن ترخص. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. اسعد الله صباحكم بالخيرات والسرات. وصلنا ما شاء الله هذه المنطقه مع ان حال حبيبنا ابو عبد الله محمد الثمالي الله يحفظه. هذه الشجره المزهره هذه ايش اسمها؟ شجره الضهيانه. هذه هي الضهيانه. صحيح.
وهذه الان الخلايا ما شاء الله كلها عسل ظهيانة. نعم هذه لانتاج الظهيانة الان. اي ما شاء الله تبارك. في 500 خلية. والنحل ما شاء الله الصباح يكون نشيط. اللهم بارك ما شاء الله. الان حنخلي ابو عبد الله برضه يعطينا فكرة عن بعض انواع الشجر وكيف كل شجر سبحان الله له عسل معين. شوف هذه كل الخلايا ما شاء الله تبارك الله. احنا هذا يا ابو فراس شجرة الضهيانة، هذه احنا عندنا حساب لها باذن الله تعالى اذا امطرت المنطقة اللي فيها الضهيانة بعد 21 ل 22 يوم يبدا تزهير. ايوه اخوي ابو فراس هذا تزهير الضهيانة. احنا عندنا تزهير الضهيانة زي ما سلفت لك القول بعد 20 22 يوم. هذه زهرة حديثة لسه احنا مشتغل عليها، هذه تحتاج الى كم يوم يعني بكرة أو حوله. لو أراد الله سبحانه وتعالى وجانا مطر يعني في الأسبوع ده هترجع بإذن الله تعالى بفتلة جديدة، إحنا نسميها فتلة جديدة ورأس جديد. سبحان الله. بعد 20 يوم هيصير عندنا منتج ثاني من شجرة الضهيانة. سبحان الله. الشهرين هذه شهر 8 شهر 9 هي اللي فيها الشجرة هذه بتزهر. سبحان الله. لو زهرت في غير هذا الأيام أحيانا تزهر متقدمة بس ما يستفيد منها النحل. لا إله إلا الله. يعني استفادة النحل هذا، فلذلك هذا من العسال الشتوية. احنا دائما نسميه عسل الشتاء لانه لما ينتج يكون دخل الشتاء. نعم احنا عندنا عسل نوعين، عسل الصيفيه اللي هي ابتداء من شهر 2 ميلادي الى شهر 7 ميلادي، هي ذكرناها امس. الشتويه اللي هي من شهر 8 9 10 11. بالنسبه للمرتفعات عندنا بتزهر هذه الشجره في الايام دي، في تهامه تزهر بعدها يعني شهر 10 وشهر 11. سبحان الله. شوف سبحان الله من قدره الله عز وجل لكل نبته وقت سروح للنحل. يعني فمثلا عندنا عسل شجره السمر والطلح يسر لها أحيان على العتمة، يعني الفجر لسه تو طالع، أحيان نكون في المسجد وهو سارح عليها. على الزهر تجي عند المنحل تحصل تسمع صوت النحل ما تشوفه. ايه؟ ويوم يطلع النور تحصل النحل راجع بالعضايد اللي احنا نقول له هذا اللي هو الطلح والسمر والسمر, والسمر. ولا الضهيانة هذه سروح النحل الطيب لها من بعد الساعة 9. لا إله إلا الله. أنا سبحان الله بسألك أقول لك الآن أنا شايف ما في نحل على الزهر، غريبة. لا هذا كل فطلع سبحان الله كل يعني زهرة لها وقتها. لا. كمان حتى النباتات الصغيرة هذه فيها شيء قدعة الصباح، شيء الضحى، شيء الظهر، في أشياء عندنا نسميها نبت مثل الرشا، نسميها رشا، ده ما يقدع إلا قبل المغرب. سبحان الله. على الساعة 5 5 ونص 6 معروفة، إذا طار النحل في ذا الوقت قالوا والله المنطقة هذه فيها رشا. لا إله إلا الله. نعم. من النحل عرفوا. يعرفون على النحل، يعرفون يقول لك المنطقة هذه حتى ما شوف. أبشركم الحمد لله لقينا لبس. العامل الله يجزيه خير هنا طلع عنده لبس خطير. والله كأني حقون الفضاء يا رجل، مو حق عسل. شوف اليد كيف ما نطلع الأصابع، أما اليد الثانية حقت الجوال مكشوف. الله يستر. الآن شوف هو قاعد أبو عبد الله يبغى يشوف بعض الخلايا. ها أبو عبد الله تفك لنا بعض الخلايا نشوفها. شوف سبحان الله كيف الطريقة. هنا أبو عبد الله يحط بعض الدخان حتى يهدي النحل بس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. والله قاعد تغرف مني، تقول تغرف من رز انت يا باطن. ما شاء الله. شوف هذا الخلايا جوا ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. الله يبارك يا رب العالمين. شوف هذه برضه اللي مستبدلين فيها باب الخشب، واضح الله النحل جوا. طبعا كل خلية سبحان الله لها ملكتها ولها نحلها وما يلخبط النحل أبدا سبحان الله. شوف الآن بالدخان هذا طرد النحل، داخل النحل كله في الداخل. الله يجزيه خير ويجرب يورينا كيف إزالة القرص من فوق. شايفين هذا الحين القرص صناعة العسل اللي في داخله، طبعا كله مع القرص كله صناعة النحل 100%. طبعا في عسل بسيط جدا بس الله يجزي خير بيورينا كيف طريقتها ما شاء الله تبارك الله. شايفين العسل، الله سبحان الله الخالق العظيم. شو هذا القرش؟ هذا عسل، هذا القرش هذا عشان ترد النحل مره ثانيه، لانه لو بالسكينه ولا اي شيء ثاني يقول لك يتاذى القرص ويتاذى النحل. شوف صوته سبحان الله، سامعين دوي النحل. لا اله الا الله. هذا العسل اللي تكون ما شاء الله في هذه الخليه ما شاء الله تبارك الله. الان اكسر كل على طول نفطر على طول ولا كيف؟